احيانا تخطر في بالي اشياء فتتحقق، حتى اني فكرت انه ممكن تطلق مني زوجتي، طلقت مني، ان تقع مشكله وقعت مشكله. فكيف يحصل هذا؟ هل هو القرين ام ماذا؟ اول شيء لابد ان نعلم ان القرين، القرين حاله حالك ما يعلم الغيب، الامور المستقبله ما يعلمها لا القرين ولا انت. ولكن هذه الاشياء قد تكون الانسان عنده حدس قوي، التوقع عنده قوي جدا، زين، فيخطر في باله الشيء فيقع. واحيانا يكون هذا الامر بما امر الله تبارك وتعالى به، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن الذين يسترقون السمع، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن كانوا يصعدون للسماء، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، وصاروا إذا صعدوا جاءتهم الشهب من عند الله تبارك وتعالى. فالمجازف فيهم في الجن، طبعا هذا الجن الشياطين كفار، فالمجازف يصعد ويصيبه الشهاب يموت، أحيانا لا يموت، فيأتي فيخبر بها الجن، وهذا مما يأمر الله به الملائكة. فالله جل وعلا يأمر جبريل بأمر، فجبريل يأمر ملائكة السماء السابعة، ثم يأمرون السادسة الخامسة، حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا. فهذا الجن يلتقط بعض ما يتناقله الملائكة قبل أن يحدث، فيؤتي ويلقيه على الساحر، فالساحر يخبره كما سيحدث. واحد، لكن مشكلة الجني أنه ما يستقي، ما يقدر يصبر كذي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولها ويضيف لها 99 كذبة، فالناس تنسى الكذب وتصد داخل بس اللي قال النبي صير وصار، فيأخذ أن هذا صار فعلا، قال فلان وصار، طيب قال أشياء كثيرة ما صارت. فالمهم هذه قد يكون احيانا الجن تلتقط بعض الشيء، لكن اكثر الذي تلتقط، اكثر الذي تلقيه على السحرة او غيرهم يكون من الكذب المحض. هذه قد تكون توقعات.